مرحبا، أنا اليوم لا بقرية ولا بمدينة، أنا اليوم بناحية ورثة. ناحية ورثة تابعة لقضاء رواندوز، بتبعد عنه 37 كيلومتر. ورثة بتتميز بطبيعتها الجبلية الخلابة، وبيقصدها سواح كتير خلال فصول السنة ليستمتعوا بأجواءها الرائعة. طبعاً بحب خبركم أنه أنا صلي تاني يوم بجي على ناحية ورثة، لأن أول يوم أجينا كان الجو بارد كتير، كان في مطر، كان في هواء، ما قدر تصور برا. خلصت كل مقابلاتي بهداك اليوم، واليوم جاي لحتى فرجيكم طبيعة ورثة الخلابة. خليكم معي وتابعونا. صديق اسماعيل هو احد بيشمركة ثورة ايلول وثورة جولان. في قصة لفتت لي انتباهي هون انه هو كان مع 5 اخوانه الشباب بسلاح واحد بمعركة جبل هندرين بسنة 66. خلينا نحكي معه ونعرف اكثر شو صاير معه وكيف كانوا عايشين بهداك الوقت. صلاة وطلاب امام حاجي من زور خوش حالم او رو لايتهم زور سباس امولياك بخيرين زور سباس ممنون. عم صديق بدي تحكي لي عن معركة هندرين لما كنت أنت وأخواتك الشباب الخمسة بسلاح واحد تتناوبوا على الجبل بالمعركة. شو كنتوا تعملوا؟ كيف كنتوا تنسقوا بين بعض؟ خالنا أزناكم خالنا أوي أرويشتم أو أندي بيم ولا كنت أذهب وأخذ معي ما استطعت من الخبز والطعام، وإذا ساعدني أحد كنا نضعه على ظهر الدابة ونأخذه لأي مكان كما نذهب إليه. كانت حياتنا صعبة ولم نتقاضى أي أجر، كنا فقط نريد أن ندعو ونطلب أن تنجح الثورة. وفي معركة هندرين أنا لم أكن هناك، كان أخي متواجد في المعركة، وعندما ذهبت لمناوبتي كانت المعركة قد انتهت، فأخذت السلاح من أخي وهو عاد إلى المنزل. شو اللي خلاكم أنتوا الخمسة، بما أنه كان سلاح واحد، أنتوا الخمسة تروحوا على المعارك؟ هل قد كان الحس الوطني عندكم وبعده لهلا؟ ظلم شي وايكر هر بينشتان ببنا بيشمرقة خويك تشيكتان هبو هر بينشتان دجون بلو بتبو اللي حمو قندي أو أبو يشكوية. نعم يا ابنتي، هكذا تطلب الأمر، وكنا سعداء وقلبنا فرح، ودائما كنا ندعي أن نصل إلى هدفنا وأن نتحرر. في ذاك الوقت من بعد الله كان هناك فقط البارزاني وثورة أيلول. طيب عم صديق، سمعت انه انت كمان كنت طحان بوقتها، انت كنت تجمع هاي كان من اراضيك مثلا للبقوليات تجيبها وتطحنها، ولا الناس كانوا يجيبوا لك اياها؟ كنت تاخذ للبيشمركة اكيد. جملة بو بخشت اشوان بو يوكاتا اويلا اش ذكر بخوي رزو باخي خود بو، يعني خلق من بو هنا يبو بيشمركة شد دبرت بقومان نا باتو دغلي خودينا باراشي خودينا ايو دينا لين اكيد. كنت أعمل في المطحنة، وكان كل يأتي بحمولته وكنا نطحنها، وكل على مقدرته كان يضع حصة للبيشمركة، ولا تزال آثار هيكل المطحنة موجودة. طيب عم صديق، أنا أول ما أجيت أنت خليتني ألبس هذا اللي بنسميه بالكردي تشوخ، وأنت كمان لابس واحد مثله، احكي لي عنه شوي، هذا كيف بيعملوه إذا بتعرفوا من وين جايبينهم؟ ظلم سرتاك هاد مجورة و قلت او تشوخة لبركة بخشت يكي كنت لبرة ما شاء الله. دازاني كو دروس دا كانوا لتفيت دروس دا كان لتفيت هنا هون لهورا ما دروس دكين ليوم لودين لهورا ما دروس دكين او بتأكيد على الجبل كمان كنتوا تلبسوا منهم لانه بدفي كتير لشاخي بتأكيد هر لقلتها مو تكزور قرمي دا بجاني مساقو مبرنك دينا وهادي تيما بجاني مساقو مبرنك دينا يصنع في هورا مان ويبعثوه لي. لم ألبس الساك أو جاكيت في حياتي أبدا، وكل من يلبس هذا الجوخ يشعر بالدفء الشديد. إذا تركتم جميع جواكيتكم هنا لن ألبس أي منها، لأنني تعودت على الجوخ ولهذا لدي 2، حين أغسل الأول ألبس الثاني وهكذا. طيب عم صديق شكرا كثير لك، زور زور سباز يا أخوة بخير إنسان هادو سوا تمام درج بزور سباز يا أخوة بخير من لقل زماعتيش. Thank you.
حلو بالخلية. هاي السيدة عم تصنع سلات من الخشب أو من الأشجار، ما بعرف شو بنسميها كمان. خليني أسألها أكثر، شو نوع هالخشب هذا اللي عم تستخدمه وكيف بتعملها؟ دايما عنده نبي ساكم سرسام تعود خوش بزور سباس سرطا ما شاء الله إيش تزور زور جوانا بله أو دارت شي بكارديني أو بيا داربي داربيا داربيا سين أبرين لا سوكان أبرين ودا ساش أنا كيني كيني السلا إيه السلا نش ناني نالي سر رشيني باكو خالي أوكي. هذا شجر البي بس إنه الشجر ما إنه مثمر، شجر مو مثمر، لما بيروحوا بيقصوه بيجيبوا منه هالخشب هذا وبيعملوا منه سلات. باشا داي او دار هرب اخوي واي لنا واوي ده كي توزن لنا واوي لذي اوي لذي يتر لذي اوي ابي لذي الشي نابي لذي مكاري نابي هلا انا واوي ابي باشا بخد كدينيه ودارك لنا اوي داني لا والله هي اخوي او هنرمه هرب اخوي نرمه هرب اخوي هرب اخوي نرمه انا بتريشه بلا دوسر وجكري الرقبوه لان انا بتريشه اوكي زين هرب اخوي نرمه ناشي. هذا الشجر بطبيعته لانه بينبت عند المي عند النهر او عند اي بقعه مي، عم يخبط فيه الشجر عند اي بقعه مي، فهو بطبيعته بيكون هيك طري، يعني ما في داعي ينقعوه بالمي او شيء، هو بطبيعته هيك طري. بيجيبوه وبيعملوا منه سلات. هلا في هون قدامنا خاتون ازيد نبي او سبتم بيديو هلا في هون قدامنا هي السله جاهزه عاملتها. بحطوا عليها خبز، بحطوا عليها اي شيء اكل شو ما كان، تستخدم كصينيه عادي. طيب انت شو بتعملي غير هدول مثلا غير الصواني؟ بتعملي شغلات ثانيه غيرها غير هي السلات هي؟ بيجي قال لو سبت انا اشتري ديك دروس ذكي دايك وتز؟ لا والله الحمد لله ناخذ بيش انا زماني خم توين وش مكر نخشو توين تكتوين وبرا واشتري وين دروس ذكي. بس هسه موديل يعني ما هسه هان اول انا قال لك بجوين هذا اللي خلق ما باخذ دروس سكين بلا انا وانا اوصلوا اوصلوا طيب لو خلصي كاسك بيبي بي لو عند السكم طيب هي ما بتعمل غير السلات من زمان كانت تشتغل شغل الصوف شغل الكنفة النقش الحياكة كانت تشتغل، بس هلأ بتقول انه هاي الشغلات ما عادت مودرن موديلة راح ما عادت فاشنبل لهيك ما عاد تعملها. اما اذا حدا بده بتعمل له اياه. وشفت هاي السلة الصغيرة كمان هي عاملتها، اذا واضحة عليكم هاي السلة الصغيرة كمان عاملتها. بكل قرية بنزورها ببرنامج سيران أكيد لازم نشوف ناس قاعدة عم تخبز، يا بيكونوا كلهم أقرباء من عائلة وحدة يا جيران بالبرد بالشوب كيف ما كان بيكونوا قاعدين وعم يخبزوا، يا الصاج يا بيكونوا عم يعملوا فطاير بالفرن يا عم يعملوا خبز التنور. فهي الحياة البسيطة بالقرية بحسها كتير كتير حلوة. هالخبزة كيف رح تطلع معنا، لأن كل مرة بخلي بصمتي بأي بيت بفوت عليه. يلا معلش. يلا بسم الله. باشو. هذا كم دستين صغيرة؟ لا زرت بس.
نعرف بوردي والله. الطناجر بدي اعرف كل اكله شو اسمها وكيف محضرينها. يامي دولمه 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 يا هوا بقلاني وبيازي ورق عنب وبصل. اوكي هذا ورق عنب وبصل اكيد كلنا بنعرف شو الدولمه كثير طيبه. زانين امتيا مرقية مرقية تاورشا فاصوليا تاورشا لكنا فاصوليا. اوكي خمالي فاصوليا خمالي. اوكي هاي مرقة فاصوليا عرفناها. ماش ماش بقنمي ماشي ماش يمكن ما في بالعربي اسمه كمان ماش. ماش بالقمح معمولة كتير طيبة. هون رز بكاري برنج بكاردي. اوكي سودي تيا برنج بكاردي سودي زورو لأنو احنا خوش بكاردي فعدته كتير لكتير من الأمراض. اوكي اما كودي بالو 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 كدو بشيري بالو كدو هاي يقطين بالحليب بالو كدو او بو تشو باشا وكدرس ذكري او كدو بازاني هي سبيا كيني كلين جا شيريش دغلا كينو. اوكي اوكي بينسلق اليقطين وبعديها بفرفطوه وبحطوه مع الحليب شكله كتير طيب. ما بعرف انا اول مره رح جربه. عفوا كبكب الطناجر دوينا دوينا. اوكي شيريج وغنم شيريج وغنم هاي من اندروس تكين ايش كاين بتاي ازلي اولي انين. اوكي هاي فيها كشكه كمان كشكه وقمح ولبن يمكن اسمها دوينا كثير طيبه وكانوا يستخدموها مثلا اذا الراعي بده يروح على الجبل او عندهم طريق طويل بتدفي بتشبع كثير منيح. اما ترخينا ترخينا. اوكي او با قلمه كتايو بلشي توري دروس تكري هاينا بلشي تور بلكتور ورق الفجل. اوكي هاي مصنوعة من القمح القمح المدقوق وورق الفجل. اوكي كمان هي جديدة او شاينا ديش كاكري لو اوه اختاري. اوكي كمان بتتجفف بالصيف وبيطبخوها بالشتاء. قراو قراو هاي قراو لبن وورق سلق وطحينيه وجاج وزعتر كمان زعتر اخضر. اوكي اخواتنا مش رزاي لبو او انت تقرن هذا الصوره كاردي كاردي كاري كاردي بترشي بترشي طبعا انا كثير بحب الكاري كثير كل الاكلات اللي بحبها شكلها موجوده هون. قشطه معروفه او ما كرد اواتيا نعودك ومزانير اويا أو كودي بس ببيشي لا ادي او قيسيا قيسيا. اوكي انا فكرت انه يقطين بدون حليب بس هذا مو يقطين هذا مشمش مشمش بينطبخ وبينحط مع الاكل كثير طيب كمان طعمه حلو. انا لا اخوي جهاد باك ستيج عم بخلي ما راح تاكلي. انا بحب اقول لك كاك جهاد شكرا كثير لك بس اعذرني انا رح اكل. وكثير طيب كمان. طبعا كاك جهاد واقف هون بس انا مشان يكون اتجاهي معكم. رز كل سفره لازم يكون في عليها رز. رز كردي. اوكي هاي الطنجره خوشاوه خوشاو بميوجي دروس تكري ميوجي امام. اوكي هاي اسمها خوشاف يمكن بالعربي كمان بنسميها خوشاف معموله بالزبيب. هاي كاك جهاد تاكل. اوه زور خوشا يا امام ساوري كردي برغل. اوكي هاي الاكلات كلها هلا راح نحطها على السفره وراح اكل وبس خلص اكل وبس خلص كان جهاد اكل بيا تصوير بياكل.
ريمام تشاورش قلت كم صاله تشاطرش لك ياوا والله كان من دار يا عمي يا ابو عيون السود من امتى وانت بتكحل هالعيون والله منذ طفولتي طيب شو فائدته من اجل النظر وعدم ضعفهم ويبقون هكذا جميلين خليني اشوف عيونك لونهم اخضر طيب اذا جربتها حيصيروا حلوين مثل عيونك نعم كي لا يضعفوا نعم والله سيصبحون أحلى أيضا وسيبرقون من جمالهم إذا وضعت الكحل طيب من وين بتجيب هذا الكحل؟ والله الحجاج يجلبوه لي يا ترى حتعطيني علبة؟ نعم طبعا طيب فيك تخبرني كم مرة متزوج؟ والله واحدة فقط لم يكن لدي المال كي أتزوج الثانية يا من دريم قلن قلن شبرين دارم درد من خانة خريبة ما أريد دردا يا يا هي ما دلم دردك متى يا دلم براني قلي برا دريني أبيدي كمي قردن يا زردا يا يا من دلم خو يا 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 من لخم خداني ما أمدك ولا سيايا كي كردان وكردستاني يا مداخ وانا رقايا كي حكمة دي كردستاني دمر مدى كشريم بلا لخم ناس دار حيراني دام دمين يلمان كي دبابا لود نما حيرايان يا ما شمل سبايا ريني وشمل سبقا من لمن خان غريب ماري سبقا من آخان دششيو كل قان نقوري بخوان قلائك واني ببيم رادي موخ من دلم حيرة يا
من دلهم حيرة مدري بس ما حيران شي بس يندر دام ليهم يا مدري بابا بدولان ميدان وسبيرة ميدان سنزارة بدولة كي مرتاح يا مدري حيران نقوم بسام غريبة ماري سامي خم دلي يا من دلم روماري كي مرتي لم نخان غريبة ماري دلم شفولا دكا كاشي خم كاكا ساورا شوي دادو سبيرا بدادا شفولا ديني يا مديني هواري مكمالي باب حيراني دادا شمو خواري بجني باري كنا ظل حيراني كسكو كباري شكل يا لبو مدنيري يا مخبر ملبو حيراني النار دنمو خمان هم اقدر وشي في رباب يا من اختياري مختاري قلني خودك الله خوديني يا مدنك في رباب نازل حيراني ناتو راي شرمي دستي بجني باري بقرم بسيني داري لك كابلا هواي يا يا من دلم حيرة يا من دلم يا من دلم كاجوم كاك حمار دلم لنا وندي اسماني سزارة لبني هرب ساماري يا مدلم شو قوش بقي خدنا دولة شيلة لجل تستاني لكارقي ورد لرشمالي مالي باش نباري كنا زر حيراني اندري ميداد وسبيرة ميدادة سزارة لبناري يا ما بجني ماريكو حيراني قز قلش مدلي قردي ملاواد دون سالة شيني بواري منو دا خوازي مخوال سقل القراني زارة مجداد في ربي دادار يا ما دلي لبو مخاني خريب ماري وروزي شوار البقوة بشمو كي اهوان يا اهوان يا اهوان يا اهوان يا تاريو من دلم حيرة يا من دلم حيرة يا 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 يا
هاري بما هاري بدار بارا يا 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 مدل بدول كي مرتي ميدان بيدان المتزايم غريبة ما ريت زايم خوم دنيا سزار اللي من بدار بارا يا 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 مزايا يا 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 خود الدماء شيل الجسان مالي بابي نازر حيران قس قلم لديارا يا ما بجني بارك ونازر حيران بتلفون دكا دلك بدي ما حيران قس قلم دور دا خواصي من بخوالس قبل وقرار وكي كم دمي كد نسوالي هوري بي بتن ياري من بي نقب بستر رازي بي زرجي بيابي لد بكا مقر كوي بفري بي محال زواني وقتو زرو مول حد زمي حكمي حكمي حد لمكا بشكم يارم حاكم بي فيم خوش شبم فوتيني بادر دم يكزاري بي فيم خوش شبم فوتيني بادر دم يكزاري بي لبو زاگرو سيبيا بدا صلاة أولي بي لبو زاگرو سيبيا بدا صلاة أولي بي شرمي مكة كاك شهبان شرمي مكة ساوكم زور بخيري براكم أورو بخاطري تويا هات خوارت بخاكم يارم دلي من دلم هاتي ومن شوناكم ديم لدايشي دخوازم لبابي شرمي دكم لسر بالاي برزيتو تو بشي بحق دكم لكاتي جان الله جا بلئلي ود موتر دكم كاهات يسر مزارم ورا وستيك دكم كاوي لو زلفا رشد تخدع بين قبركم حتى للدنيا ديكا نوي داوي توبكم اقر سطحوريم دني حاشا ليه كناكم تيم ويا امنيش لبي لخوراد الخوش دكم كيم ويا امنيش لبي لخور هذا الخوش دكم لما عليك حمبريم بدا صلاو ليدكم تك تك او كارمن دانا ساوي هموان معز دكم لحولي الرتائرة بخيرات نو ليدكم بتمنى اني انزل بالمي وانا عم العب هالمرجوحه. طبعا عم تلاحظوا معي كل مره بنهي فيها البرنامج معكم يا بكون بالمي يا بين الثلج يا معلقه بالسوا كل مره من محل. انا هلا صار لازم انهي برنامجي معكم لحتى التقي فيكم بمكان جديد وبحلقه جديده. تقبلوا تحياتي انا بنار الشعر.